طيب في موضوع عايزين نتكلم فيه كده كلمتين بالبلدي. يعني قضية خطيرة. يعني احنا بنقول بيغشوا الدواء والأكل، قلنا معدة المصريين بتهضم الزلط، حلو. قالوا بيغشوا في قطع الغيار، قلنا أعمار محدش هيعيش أكتر من يومينه. وي 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 بنصبر نفسنا بكلام أهبل وسط غياب أي دور رقابي من أجهزة الحكومة المختلفة، وكمان وسط غياب تشريعي رادع من مجلس النواب، وكأنهم عاملين حساب للعصابات دي. لكن يوصل الغش والخداع لغاية التعليم، دي تبقى مصيبة سودة. يمكن موقع عالم المال الإلكتروني وجه الأنظار لأزمة استغلال المعاهد الوهمية لأسماء عدد من الجامعات للترويج لنفسها. بحثنا في هذا الموضوع ومشينا وراه. تصوروا حضراتكم ان مصر فيها 4000 حاجة كده، مش هقول عليها كيان، يعني مش كيان، ما بين معهد واكاديمية بدون ترخيص. 4000 تعتبر اكشاك تدريب غير معترف بها. حكايتها ايه ببساطة؟ اي واحد فهلاوي نصاب مشتري له دكتوراه ولا في اي حاجة من اي بتاع بتحت السلم دي، يعمل مقر، اوضه وصاله واوضتين وصاله وبطاقه ضريبيه وسجل تجاري، ويسميه اكاديميه. عشان يكمل النصبايه بتاعته يروح عامل بروتوكول مع جامعات حكوميه زي جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه شارف اسيوط وجامعه ايه وايه، وصاد ان هم يعتمدوا له الشهاده او يوثق الشهاده او يهبلوا له اي هبل من يدفع من 300 ل 500 جنيه. هو بيروحش الجامعه، بيروح مركز تبع الجامعه مش عارف ايه كده. طيب الاماكن دي في اعلاناتها الكتيره والكبيره بتقول انها بتدي شهادات مؤهل فوق المتوسط، وتاجل الجيش ومش عارف تعمل ايه يعني كده. هي في الواقع لا ترقى حتى تكون شهاده دوره تدريبيه. يعني في بعض منها من الأماكن دي حاصل على تراخيص من التربية والتعليم ووزارة الاتصالات كمعاهد لاسلكي. يعمل ايه بقى ابن الحريفة؟ يروح جايب البطاقة، جايب واخد شهادة ترخيص ثاني واحد لاسلكي، واحد لاسلكي انتوا عارفين بتاع زمان ده. بيتلعب بقى في البطاقة الضريبية والسجل التجاري، ويضيف ايه بقى؟ أقسام، مساحة، خرايط، صحافة وإعلام، وواحد مفتري ضايف هندسة بترول. هندسة البترول ده راح فيها حوالي 3000 شاب في أسيوط وسوهاج اتنصب عليهم. للأسف إن بعض المراكز دي في الجامعات يعني لها ارتباط بالجامعات المصرية للأسف الحكومية، واللي تورطت هي الأخرى في المسألة دي عشان مكاسب رخيصة دون النظر لتشويه السمعة العلمية المصرية. للأسف الشباب، للأسف آلاف الضحايا من الشباب من ضحايا النصب ده في كل محافظات مصر. الأكاديميات دي بتاخد من الطالب الواحد من 3000 ل 500 ل 5000 جنيه سنويا. ما هو بيدرسوه سنتين ويقولوا له احنا تمام، وكل أكاديمية فيها حوالي من 3000 ل 5000 طالب، ويدرس سنتين ويهمهم ان هو بيدرس ويدوا له شهادة. هو ما بيدرسش أصلا، وبيروح يتقابلوا مع بعض ويصاحبوا ويخرجوا بس، وهو فرحان بيدوا له شهادة آخر السنة. دلوقتي في آلاف الطلاب مستقبلهم ضاع بعد ما عرفوا حقيقة المعاهد والأكاديميات الوهمية دي. وفي اللي اتصدم لما يجي يقدم في الشغل أو يروح يأجل التجنيد ولا يسافر، مين ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ طيب سؤالنا هنا لوزير التعليم العالي ومجلس أعلى الجامعات، منين بتحاولوا إن أنتوا تطوروا في المنظومة؟ ومش عاملين حصر لأماكن النصب دي على اللي فيها منها شغال لغاية دلوقتي. في منها بيتعاون مع الجامعات المصرية لغاية دلوقتي، المكان الجامعات المصرية الحكومية، وصاد 300 أو 500 جنيه. للأسف الوزارة سابت كل الطلبة فريسة للسماسرة في موسم التنسيق، حتى مفيش أي لها أي تنويهات. المعاهد دي غير تبع ليها مثلا وغير مرخصة. طب وحتى لو نوهت، ما أنتوا بيروحوا يختموا الشهادة من الجامعات بتاعتك. طب
لان حاجه غير معترف بيها حتى المجلس على الجامعات. في ظل غياب اي دور رقابي للمسؤولين وعدم وجود قانون رادع للمزورين دول، بقى عندنا في مصر مافيا منتشره كمان لمنح الدرجات العلميه لكل اللي عايزه مقابل مادي. ولما انتشرت الظاهره بالشكل الفج ده، البرلمان يتعهد بالقضاء على المعاهد الوهميه والشهادات المضروبه، الكلام ده من سنتين خدوا بالكم. لكن فين وزاره التعليم العالي ومجلس على الجامعات والحكومه كلها من القضيه دي؟ ده قضيه خطيره، كلنا عارفين التعليم والصحه عماد تقدم اي دوله. ازاي بعد ما مصر كل الدول المجاوره بتقصدها في التعليم لقيمه شهاداتها التعليميه، نسمح لشويه نصابين يضيعوا المكانه دي؟ مين ليه مصلحه في بقاء الاكشاك دي؟ الاكشاك دي بتستقبل مزيد من الضحايا. نصيحه ليك بقى، لما تلاقي اعلان امشي في شارع الهرم كده تلاقي في كوبري مشاكله، حد ابن حلال عامل كوبري يقول لك ايه، اكاديميه معرفش ايه تمنح اعلام وبترول ونقل بحري ومجموع 50%. 50% ايه؟ لما تشوف حاجه زي كده عارف ان دي نصبايه، ونصبايه حلوه ومتغلفه بالشياكه بختم الجامعات المصريه الحكوميه، واعرف انك اتبعت يا معلم ب 500 جنيه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. احنا محتاجين رد على الموضوع ده من السيد وزير التعليم العالي ورئيس مجلس اعلى الجامعات، محتاجين رد بجد. ده مهزله اللي بيحصل ده المستمره لحد الان.